أنا هذا حلما، فلا أريد أن أفيق منه. وكذلك أنا، هذا ما يجمعنا. كان بوسعك أن تضمني إلى بعض جواريك حتى تقضي حاجتك مني. هذا قول ابن عمار. ابن عمار؟ إنه أقرب أصحابي إلى نفسي، ولكن ما حاجتي منك؟ لو كان ذاك فقط، ها؟ لكان كما قلت وكما قال ابن عمار، ولكنها حاجات القلب والروح والجوارح معا، حاجات لا تنقضي حتى تفارقني روحي. عرفت ذلك منذ اللحظة التي وقعت فيها عيني عليك. ظنها صاحب ابن عمار نزوة عابرة، ولكني عرفت غير ذلك هنا في صميم القلب والروح. وطفقت أتساءل ليلي ونهاري، نهاري وليلي، وليلي ونهاري. كيف تعقب نظرة واحدة كل هذا الحب؟ لم أجد جوابا شافيا إلا أن يكون من عند الله، وأمره بين الكاف والنون، كن فيكون. لابد أن تكون أرواحنا قد تلاقت ونحن في عالم الذر قبل أن تنزل أجسادنا هذه. فلما تلاقت في دنيانا عرف كل منا صاحبه. فهل عرفت مني ما عرفت منكِ؟